من الصومال ينضم إلينا مراسلنا الشافعي أبتدون. شافعي، ما أفق هذه الأزمة وما أصداء الخطوة التي قام بها الرئيس وردة الفعل من جانب رئيس الوزراء؟ نعم ريما، هناك تطورات جديدة في أزمة الخلافات بين رئيس البلاد محمد عبد الله فرماجو ورئيس الحكومة الفيدرالية محمد حسين روبلي. الجديد في الأمر أن رئيس الحكومة أجرى قبل دقائق مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن رئيس البلاد ما زال يعرقل الانتخابات البرلمانية في البلاد، وأشار إلى أن الرئيس حاول صباح اليوم تدبير انقلاب فاشل بعد أن نشر قوات موالية له في محيط القصر الرئاسي وخاصة مقر الحكومة الفيدرالية، ما اعتبره رئيس الوزراء بأنه انقلاب ضد الشرعية والتملس من مسؤولياته تجاه تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد. الأزمة الحالية هي أزمة قديمة جديدة، وهي أزمة دستورية، وخاصة الصلاحيات بين الرجلين بين الرئيسين، حيث الدستور الصومالي لم يفصل الصلاحيات بين كل من رئيس البلاد ورئيس الحكومة الفيدرالية. الجديد أيضا أن المعارضة المتمثلة باتحاد المرشحين للانتخابات الرئاسية من المرتقب أن تعلن بعد ساعات موقفا رسميا ضد إجراءات الرئيس البلاد، وخاصة بعدما علق عمل رئيس الحكومة فجر اليوم في بيان صحفي نشر على حساب الرئاسة الصومالية في موقع الفيسبوك. كل هذه الخلافات حاليا تنصب بشأن آلية تنظيم الانتخابات البرلمانية في البلاد، والتي كان من المفروض أن تستكمل قبل 24 من ديسمبر الجاري، لكن تأجيل تلك الانتخابات المتكرر هو بحد ذاته عقبة جديدة تهدد الاستقرار النسبي الذي تحقق للصومال في الفترة الماضية. شكرا جزيلا لك من الصومال مراسلنا الشافعي أبتدون.